السلام عليكم، ازيكم؟ بحب جدا اكلمك على القضايا والمشاكل اللي الاعلام ما بيغطيهاش، سواء بقى قضايا دوليه، قضايا محليه، اي حاجه. يعني مثلا الطائره الرئاسيه المصريه اللي اسرائيل بتستخدمها في زياره دول الخليج. بحب كده اتكلم على القضايا دي. بس النهارده معايا قضيه هتفاجئك، قضيه هتهز اركان البيت الابيض بشكل كبير. على فكره انا مش ببالغ في الكلام ده، اللي بيوصفه كده الاعلام الامريكي. قالك في الوقت اللي امريكا المفروض تتوحد، وان الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ينسوا خلافاتهم، لان احنا قدام غزو روسي لاوكرانيا محتمل، فالمفروض ان احنا نتوحد. دلوقتي جايين تتكلموا في فضيحه ممكن تاثر على قرارات البيت الابيض؟ ايه الكلام ده؟ هل ينفع الكلام ده؟ بس قبل ما اقولك ايه هي الفضيحه، خليني ابتدي معاك من اخبار كانت غريبه جدا طلعت امبارح. طالعه منين؟ طالعه من الصين. الصين قالت لك فاكر الحرب اللي قامت بين الارجنتين وانجلترا 1982؟ حرب اسمها فوكلاند ايلاندز. فوكلاند ايلاندز او جزر فوكلاند، المفروض انها حرب قديمه وخلصت على هزيمه الارجنتين. الصين قالت لك ايه بقى؟ قالت لك على فكره الجزر اللي خدتها انجلترا من الارجنتين دي ملك الارجنتين، واحنا هنساعد الارجنتين استعاده سيادتها على الجزر دي، وهنتحرك دبلوماسيا بشكل كبير مع الارجنتين وندعمها في كل طلباتها لممارسه سيادتها على جزر فوكلاند. الموضوع ما وقفش عند هنا. بعد الكلمتين دول الارجنتين بتتكلم على حصولها على صفقات تسليح ضخمه من الصين. تاني، احنا مش بنتكلم على عتاد عادي، بنتكلم على اسلحه كبيره وتقيله الارجنتين هتحصل عليها من الصين في توقيت غريب. ليه بقى؟ لان خلي بالك دي جبهه جديده بالنسبه لاوروبا. يعني اوروبا عامله حسابها على ايه؟ على اوكرانيا، عامله حسابها على تايوان، انها مش عامله حسابها على جزر فوكلاند. وعلى فكره الحرب بتاعت فوكلاند دي امريكا كانت بعت انجلترا ساعتها، قالت لك انا مش دعوه بالحرب دي، انجلترا عاوزه تخلص الجزر دي تروح تخلصها هي، انا مش دعوه بالحرب دي. فكانت بيعه كبيره جدا بالنسبه لانجلترا يعني. فدلوقتي الصين بتلعب وروسيا بتلعب، خاصه ان اخر خبر طالع من اوكرانيا خبر مضحك. الرئيس الاوكراني قال ايه؟ قال على فكره الامريكان بلغوني ان الروس هيكونوا عندي او هيجتاحوا اوكرانيا يوم الاربعاء، فانا قاعد مستني يوم الاربعاء وهشوف ايه اللي هيحصل، غير كده انا معرفش. دي اخر حاجه وصلتني من الامريكان، فانا قاعد مستني هو اللي هيحصل عندي. بالمناسبه اوليف تشولز لما راح زار اوكرانيا امبارح، الرئيس الاوكراني سمعه كلمتين عتاب، يعني فين فين الاسلحه، عمال تبعت لنا خوز، ايه الكلام ده؟ فكانوا كلمتين اقوى شويه. خلينا بقى نخش في الفضيحه وايه اللي حصل في امريكا امبارح، وبقاله كام يوم عمال يهز الميديا الامريكيه. الحقيقه الكلام كله يطلع من نائب اسمه جون دورهام. جون دورهام ده نائب جمهوري مؤيد جدا لدونالد ترامب، يعني بص قلبا وقالبا مع دونالد ترامب. طلع قال ايه؟ قال على فكره فاكرين في الحمله الانتخابيه بتاعت 2016 لما كان دونالد ترامب بيتنافس مع هيلاري كلينتون على الانتخابات الرئاسيه؟ هيلاري كلينتون عملت جريمه، والحمله بتاعتها دي يجب ان تسائل، لان اللي حصل ده ما يعديش. ايه اللي حصل؟ عاوز تعرف؟ هقول لك. مش هنقول لك، لازم احكي لك القصه من الاول. القصه المره دي شيقه جدا. ايه بقى؟ يقولك على فكرة في الانتخابات الامريكية اللي حصلت في 2016 كان دونالد ترامب طلع وقال ان هيلاري كلينتون محتفظة بايميلات عندها، الايميلات دي تم تسريبها في الاخر وطلعت للاعلام، وكانت فضيحة كبيرة جدا لانها ايميلات حساسة تبع شغلها، لانها خلي بالك دي كانت شغالة في الادارة الامريكية ايام باراك اوباما، فكان عندها ايميلات حساسة جدا واخدها على الايميلات البيرسونال بتاعتها او الايميل الشخصي بتاعها. خلاص؟ بتتلقى رسائل شغل او ايميلات شغل على الايميل الشخصي بتاعها. فساعتها دونالد ترامب طلع قال ايه؟ قال دي جريمه. والحقيقه من ساعات بالظبط، من 10 ساعات تم القبض على الهاكر الروسي اللي اخترق الايميل الشخصي بتاع هيلاري كلينتون. ده كان هاكر روسي، والراجل اعترف في المحكمه وقال لك الروس هم اللي جندوني. هو قال كده، قال لك وكاله فدراليه روسيه هي اللي جندتني، يعني مش دعوه، قالوا لي خش اخترق الايميل بتاع هيلاري كلينتون فدخلت. عامل ايه يعني؟ والحقيقه ان الهاكر الروسي ده طلع ان هو في روسيا كان سارق مليار و200 مليون روبل، فالروس بدل ما يقبضوا عليه ويحطوه في السجن، لا هم خدوه وبعتوه امريكا، قالوا له لا روح اخرب الدنيا في امريكا، ما تقعدش عندنا هنا. موضوع جديد برضه. فالمهم الراجل اللي اسمه كوستانتين كوسلوفسكي، اللي هو يعني اللي هو اخترق الايميل بتاع هيلاري كلينتون ده، ظهر ان هو عقد صفقه مع الاف بي اي، لان الراجل ما يعترفش في المحكمه الاعترافات دي وياخد 14 سنه سجن الا لما يكون عقد صفقه. ظهر كده كان هينزل عليه حكم اجمد بكتير، فالاف بي اي قالت له اعقد صفقه معانا واعترف في المحكمه وهنخفف لك الحكم. فالراجل حصل على 14 سنه في سجن شديد الحراسه، ممنوع عنه كل حاجه تقريبا، شديد الحراسه. نرجع تاني لمرجوعنا، فالايميلات اللي اتسربت لهيلاري كلينتون دي كانت مشكله كبيره جدا، بتمس سمعتها وتمس قدرتها على القيام بواجباتها. يعني ايه تستقبلي ايميلات شغل على ايميلك الشخصي؟ ده استهتار ونوع من انواع الاهمال والكلام ده كله، ودونالد ترامب ما توصاش يعني وشرد لها في كل حته. فهيلاري كلينتون حبت تنتقم، فعملت ايه بقى؟ الحقيقه ان هيلاري كلينتون يعني مش هي اتحركت، انا عاوز اوريك التحرك الكبير. يعني التحرك ابتدى من عند واحد اسمه رودي جافي. رودي جافي ده يعني عاوز اقول لك ده نبغه في الكمبيوتر،
يعني ده حد مش عادي ابدا. ده انا عاوز اقول لك ان هو كان فاتح شركه اسمها الترا دي ان اس كورب. الترا دي ان اس دي كانت بتبيع اللي هي الدومينز او اسماء المواقع، دي شركه كان عملها. عاوز اقول لك ان الشركه دي هو باعها في الاخر، وباعها بكام؟ 68 مليون دولار. ده واحد نبغى، ده نبغى غير طبيعي. مش بس كده، ده عمل شركه تانية اسمها جينيوتي. جينيوتي دي بقى بتعمل مواقع وبتخدم مواقع وتبيع السيرفرات. يعني هو مثلا بينشئ لك الموقع ويصممه لك وكل حاجه ويقول لك انا عندي السيرفر اللي هو ممكن تحط عليه الموقع. جينيوتي دي شركه ناجحه جدا. الراجل ده ما اكتفاش بكده، يعني انا عاوز اقول لك ان هو اسس شركتين، باع واحده فيهم 68 مليون دولار، راح اشتغل في الشركه اللي باع لها الترا دي ان اس دي. شركه اسمها ايه؟ شركه اسمها نيو ستار. الشركه دي راح اشتغل فيها نائب رئيس الشركه او نائب رئيس مجلس الاداره. الراجل ده من كتر ما هو نبغى، من كتر ما هو ليه في الانترنت، اكتشف فيروس في 2013. الفيروس ده كان اخترق 11 مليون جهاز كمبيوتر حوالين العالم كله. الراجل نبغى، انا مش بس هو ناجح على المجال العملي، لا اتكلم ده نبغى في الكمبيوتر. وقدر ان هو يكافح الفيروس ده، لان الفيروس ده كان هاكرز روسي بيخترق الكمبيوترات بيسرق كريدت كارد من على مواقع. يعني انت مثلا، انت كبني ادم معاك كريدت كارد، رحت اشتريت مثلا حاجه من جوميا مثلا، هو ما يخشش على الكمبيوتر بتاعك فقط، هو يشوفك انت رحت عملت العمليه دي فين وتاريخها امتى والكلام ده كله، ويقدر يتتبع لحد ما يوصل لتاريخ العمليه والسيريال نمبر بتاع العمليه ويجيب الكريدت كارد بتاعك. يعني بقى مش الشغل القديم بتاعنا اللي هو واحد يكلمك ويقول لك انت كسبت جايزه وقول لي، واصلا انا في بنك مركزي وانا في بنك مش عارف ايه. لا لا يا باشا، هو مش محتاج يكلمك، هو بيخش على الكمبيوتر يجيب التاريخ بتاعه ويجيب الكريدت كارد اللي انت استخدمته. كلام كده معقد جدا. فالحقيقه ان رودي جافي ده قدر ان هو يصلح ويحارب الفيروس ده، لدرجه FBI اديته جايزه، ومدير FBI اداله جايزه كبيره جدا في مكافحه القرصنه خلاص سنه 2013. الراجل ده اللي اسمه روبي جافي ما اكتفاش بكده برضه. مره كان قاعد فلقى ان البيت الابيض تم اختراق او عمل محاوله اختراق من قبل قراصنه روس، فانتقد الناس اللي شغاله في البيت الابيض على دورهم في حمايه البيانات عندهم. ماشي، يعني شوف بقى الكلام رايح ازاي. في الوقت ده كان ايه؟ وقت ايام باراك اوباما. وقعد ينتقد مديره شؤون العاملين في البيت الابيض اللي اسمها كاثرين الشليتا. خلاص، كاثرين الشليتا دي كانت موجوده في البيت الابيض مديره شؤون العاملين. قعد ينتقدها ويقول مش فاهمه حاجه وما بتعرفش تعمل حاجه وما بتعرفش تحافظ على الاسرار. فراجل صيته لمع، يعني ازاي ان هو بينتقد كده؟ وعاوز اقول لك ان باراك اوباما طرد واحد من موظفين البيت الابيض بناء على كلامه، فسمع، فاهم؟ مين اللي كان بيسمع؟ هيلاري كلينتون والديمقراطيين. مين بقى جافي رودي ده؟ ما ينفعش، هنسيبه كده؟ ما ينفعش يعني. فالحقيقه ان في محامي اسمه مايكل سوسمان، مايكل سوسمان راح لرودي جافي وقال له ايه؟ قال له يا رودي، احنا عايزين نعمل حمله كده عشان نخدم مصالح البلد ونخدم الحزب الديمقراطي، والديمقراطيين مصلحتهم في ايدك. فالحقيقه ان رودي جافي قال له انا معاك وجاهز وكل الكلام ده كله. الحقيقه ان مايكل سوسمان ما عينش رودي جافي على طول، ده هو خلى شركة اسمها ايه؟ اسمها بيركنز كوي. بيركنز كوي خطبت رودي جافي وقالت له بص يا رودي، هنعمل فريق كبير قوي قوي، خلي بالك رودي جافي ده حاجة كبيرة جدا. خلاص؟ قال له لا، ده انت هتيجي جوه فريق. تخيل انت الفريق ده عامل ازاي؟ فريق بقى مكون من باحثين، فريق مكون من فنيين وناس عالية جدا جدا، ويقول لك ده فريق كان ضخم جدا. بيركنز كوي الشركة دي قالت له بص، انت كل مطلوب منك تخترق لنا بيانات دونالد ترامب. فحقيقة ان رودي جافي عجبته قوي، حاجه جميله جدا. فقال لهم بس خلي بالكم، احنا كده مش محتاجين ان احنا نخترق البيانات الشخصيه فقط لدونالد ترامب، لا احنا محتاجين نخترق البيانات بتاعت المنشآت بتاعته كلها. ليه؟ لان هم طالبين منه اي حاجه تثبت علاقه دونالد ترامب بالروس. خد بالك بقى من الكلام، كلام هيحلو، ده لسه احنا في البدايه. هم طالبين منه اي ورقه نرد بيها على دونالد ترامب، والتشنيع اللي بيشنعه على هيلاري كلينتون انها مهمله والكلام ده كله، اي بس ورقه تثبت لنا ان دونالد ترامب عمل اي حاجه مع الروس، لقاء بنك، اي حاجه. فقال لهم خلاص عليا انا هخترق لكم كل حاجه موجوده عن دونالد ترامب، المباني بتاعته، ساكن فين، بيوته، هخش جوه السيرفرات بتاعته، اخش اخترقها ايمانا مني من الديمقراطيين. بس حقيقه ان رودي جافي عمل غلطه صغيره، وقال ايه؟ بعت لواحد صاحبه ايميل قال له انا تلقيت اعظم منصب في التاريخ. بص هو قال للراجل ايه؟ قال له اليوم عرض عليا بشكل مبدئي افضل وظيفه في مجال الامن السيبراني.
او سايبر سيكيورتي من قبل الديمقراطيين، لان هم شكلهم كده هيفوزوا. هو قال له كده، قال له اتعرض عليا وظيفه من الديمقراطيين لان هم شكلهم كده هيفوزوا ودي افضل وظيفه. الحقيقه ان رودي جوفي والفريق الضخم جدا اللي معاه، خلي بالك هو ايه، بيجيب بيانات وفريق من الباحثين يقعدوا يبحثوا جوه البيانات دي اي حاجه توصل لدونالد ترامب، في نفس الوقت ناس تانية متخصصه تعرف تفك الشفرات والكلام ده كله، فريق جامد جدا. المهم يا سيدي، فضلوا شغالين لحد ما دونالد ترامب كسب. ما عرفوش يعملوا ايه، يعني هيعملوا ايه، الراجل كسب، ما فيش اي حاجه تثبت ان الراجل له علاقه بالروس. سوسمان المحامي القديم اللي راح لرودي جوفي قال لهم ايه، قال لهم بصوا هاتوا لي البيانات بس وانا هتصرف. يعني ايه؟ قال لهم بس هاتوا البيانات، انتوا حصلتوا على اي حاجه؟ قالوا احنا كل اللي حصلنا عليه ان في بنك روسي دونالد ترامب كان على علاقه بيه فقط، ما حصلناش على اي حاجه تاني. قال لهم بس هو ده المطلوب. مايكل سوسمان خد البيانات دي وراح للاف بي اي، قال لهم ده في بيانات كذا كذا كذا. فقالوا له انت عرفت البيانات دي منين؟ قال لهم لا، ما انا مش هطلعكوا على الكلام ده كله. وعلى فكره هو ده اللي خلى الجمهورين وهم بيدوروا مش عارفين يلاقوا ازاي مايكل سوسمان جاب البيانات دي. بالك بس عشان ايه الكلام مهم. فالحقيقه ان سوسمان او مايكل سوسمان رجع للحمله بتاعته والفريق بتاعه وقال لهم خلاص انا كده فبركت او قدمت بيانات ان دونالد ترامب له علاقه بالروس، بس ده مش دليل دامغ، احنا لازم نفضل ندور. فقالوا له لا، ده خلي بالك ده دونالد ترامب كسب، ده دخل البيت الابيض. قال لهم نتجسس على البيت الابيض. ايه رايك بقى الكلام ده؟ قال لهم نتجسس على البيت الابيض، خلينا وراه اكيد الراجل ده هيغلط. هم مقتنعين تماما ان دونالد ترامب هيغلط، خلينا وراه اكيد ده هيغلط. وعلى فكره في واحد طلع اتكلم وقال لهم اكيد هم ما كانوش هيعرفوا يخترقوا سجلات البيت الابيض، استحاله، اكيد حد من جوه البيت الابيض هو اللي قال لهم، زي ما انت هتشوف في الفيديو. Now he makes that very clear. Yeah. This internet company can't break into the White House computers. Right. On their own. They had to have had help from inside the US government. And that wow. is my point. I think that there should be a inspector general immediate investigation of the intelligence community wide agencies to understand did anyone know about this particular company spying on the president of the United States and did they help in any way. I want to know exactly who in the US government knew this and why they didn't speak out. الحقيقة ان فضلوا مكملين يتجسسوا على الرئيس، يتجسسوا على البيت الابيض، يتجسسوا على بنايات دونالد ترامب كلها، بيتجسسوا على اي حاجه يملكها دونالد ترامب، اي بس وثيقه. عاوزك تتخيل الملايين والمليارات اللي اتصرفت. يعني ما ده شغل، دي وزاره، يعني ده مش وزاره، ده فريق ضخم جدا جدا. الحقيقه ان كل الكلام ده كله ملوش علاقه بجو بايدن، صح؟ ايه اللي انا بقوله لك ده هيهز اركان البيت الابيض، ايه العلاقه يعني؟ لا قال لك اصل كان في علاقه. ايه بقى؟ حضرتك فاكر جاك سوليفان؟ جاك سوليفان مستشار الامن القومي لجو بايدن، صح؟ جاك سوليفان ده كان المستشار السياسي بتاع هيلاري كلينتون. والحقيقه ان الاف بي اي سالته انت ليك اي علاقه بالتحقيقات اللي اجرتها هيلاري كلينتون ومحاوله اختراقها لبيانات او محاوله البحث ورا دونالد ترامب؟ قال لهم لا، والراجل ده الظاهر ان هو كذب. انا اللي بقول ابدا، ده الراجل اللي اسمه جون درومان هو اللي قال الكلمتين دول. قال لك على فكره جاك سوليفان ده ورقص، ولو هو كان كذب على الاف بي اي لما سالوه انت ليك علاقه او تعرف ان هيلاري كلينتون بتعمل تحقيقات او بتدور ورا دونالد ترامب وانت كذبت، ليلتك سودا. جاك سوليفان ده المفروض اللي هو بيدير اهم ملف حاليا لاختراق الروس لاوكرانيا. الراجل ده طلع له مشكله من لا شيء، والمشكله دي فوكس نيوز، نيوز ويك، كل حاجه. بس عايزك تبص على المقاله بتاعت نيويورك تايمز. بص بقى على المقاله حلوه بتاعت نيويورك تايمز. نيويورك تايمز بتقول لك ايه؟ بتقول لك يعني الجمهوريين قلبين الدنيا لما اكتشفوا ان هيلاري كلينتون بتستخدم الايميلات الشخصيه بتاعتها وبتتلقى عليها الايميلات بتاعت الشغل. ما قلبوش للدنيا لما اكتشفوا ان دونالد ترامب استقبل بيانات عنده في البيت. فرق كبير. ليه؟ اللي اخترق ايميلات هيلاري كلينتون الروس، انما حضرتك اتجسست على دونالد ترامب شخصيا. تاني على فكره انا لا ليا في دونالد ترامب ولا ليا في هيلاري كلينتون ولا ليا في اي حاجه، يعني انا لا مع ده ولا مع ده، ماليش فيهم، مش هكسب منهم حاجه، مصلحتي مش مع حد فيهم. بس انا بوضح لك حاجه مهمه جدا وانت مش واخد بالك منها، وهي ايه؟ لو الست هيلاري كلينتون كونت فريق بالضخامه دي كلها وشركتين محاماه ضخام جدا، مايكل سوسمان ده بياخد فلوس كتيره جدا، البيركنسون كوي دي بتاخد كتير جدا جدا، الست دي بقى عملت ايه في دولة يقارب تعدادها 100 مليون والدولة دي قام فيها ثورة اللي هي ثورة 25 يناير؟ تفتكر الست دي ادت اوامر او كان ليها علاقة
بالتجسس الامريكاني على مصر؟ عملت ايه في مصر وقدرت انها تعرف ايه من مصر لما قامت فيها ثوره؟ ان الست زي دي مش سهله تمام. هيلاري كلينتون على فكره حد مش سهل. هي لسه محتفله بالفالنتاين بتاعها ولسه منزله صوره مع بيل كلينتون وقالت لك ده حب عمري وفالنتاين وهابي فالنتاين وبتاع، حاطت صوره من ايام الجامعه. بس انت بتتكلم على واحده مش سهله، دي واحده عاوزه تفوز بالانتخابات، كونت فريق للتجسس غير طبيعي. طب دي واحده لما تشوف ان دوله عندها ثوره هتعمل فيها ايه؟ الست دي ما رحمتناش. الست دي انا مش بقولك هي كانت رئيسة امريكا، لا لا لا، بس اوعى تنسى لقاءاتها مع مرسي، اوعى تنسى لقاءاتها مع الاخوان، وقعدت مع بديع، وقعدت مع اكتر من شخصية اخوانية. بتفكر في ايه؟ كانت عاوزة تعمل ايه فينا دي؟ موضوع خطير. انا واقف قدام توقيت الفضيحة، انا واقف قدام ان جاك سوليفان رجليه هتيجي في الموضوع، وان هيلاري كلينتون الصديقة الصدوقة لجو بايدن وحبيبته يعني اللي هو بيعزها جدا يعني داخلة على كارثة سودة. وعاوز اقول لك ان الجمهوريين استندوا على الايميل اللي بعته رودي جافي لصديقه وقال له انا الديمقراطيين عينوني وشكلهم كده هيكسبوا، واستندوا كمان ان مايكل سوسمن ده كذب على محققين الاف بي اي ان هو جاله معلومات وهو ما جالوش معلومات، هو كان بيتجسس على دونالد ترامب. استندوا على كام نقطة كده هم ساعتها اكتشفوا القصة جاي. في الاخر رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ورب انصر مصر. تحيا مصر، سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين اهاليك مدسوسة. محروم.